Hello, my dear students. How are you? Today, insha Allah, we are going to continue the grammar on unit 2. اليوم يا تالت رح نكمل شرح القواعد يلي موجودة معنا بunit 2. طبعا the unit title is summer vacation. عنوان وحدتنا الثانية اللي هو عطلة الصيف. الجرامر موجودة عنا بصفحة 13 student book. Please open your student book at page 13. قاعدتنا يا تالت اللي هي بتحكي عن how often. How often إلها لفظين يا مس، يا إنه بنحكي how often ما بنلفظ حرف التي، التي بيكون عندنا silent، أو بنحكي how often اللي هو بنلفظ حرف التي. طيب في عندك خمس كلمات لازم أنت تعرفهم يا تالت وتميز بينهم وتحفظهم بشكل نسبة مئوية. نسبة مئوية يعني من مية، مثلا 100%، 80%، 70%، 50%، يعني النص إلى آخره. إذا يجب على الطالب معرفة نسب بعض الكلمات بشكل مئوي لمعرفة كيفية استخدامها، ويجب حفظها والتمييز بينها. يعني بدك تحفظها يا تالت وبدك تميز بينها. طيب نمبر 1 عندنا كلمة always. always اللي هي بمعنى دائما. إذا عندنا كلمة always بمعنى دائما نسبتها 100%. مثلا الطلاب اللي بيجوا على المدرسة بالباص، أجي أحكي لك أنت كيف مثلا يا مس بتيجي على المدرسة، تيجي تحكي لي they always take the bus، إنه إحنا دائما بناخد الباص بالجاية على المدرسة. نمبر 2 عندنا كلمة usually. usually بمعنى غالبا. إذا عندنا second one usually بمعنى غالبا نسبتها 85%، نسبتها 85%. طيب third one عندنا كلمة never. never بمعنى أبدا، نسبتها صفر، يعني never بالمرة ولا شوية، 0%. مثلا أجي أحكي لك إنه أنت بتحب السي فود، تيجي تحكي لي I am never like سي فود، أنا ما بحب السي فود الطعام البحري بالمرة، 0%. فورث وان عندنا كلمة sometimes اللي هي بمعنى بعض الأحيان. بعض الأحيان نسبتها 45%، يعني أقل من النص بخمس درجات. إذا نسبة sometimes اللي هي يا تالت 45% معناها بعض الأحيان. آخر واحدة عندنا rarely بمعنى نادرا. نادرا بنسبتها 15%، إذا نسبتها 15%. هلأ الكلمات هاي اللي إحنا خدناها اللي هي يا مس الـ always والـ usually والـ never والـ sometimes والـ rarely، متى إحنا بنستخدمهم؟ نقوم باستخدام هذه الكلمات عند الإجابة على سؤال. أي سؤال اللي إحنا نستخدم هاي الكلمات؟ على سؤال الـ how often. how often بمعنى كم مرة أو كم عدد المرات يا تالت. خلينا ناخد example بحكي لنا how often do they walk to school، إنه هم كم مرة بيمشوا للمدرسة، كم مرة بروحوا على المدرسة مشي. بقولنا they always walk to school، هم دائما بيمشوا للمدرسة. يعني هم بسألنا إنه أنت كم عدد المرات اللي بتمشي فيها للمدرسة، جاوب they always walk to school، هم بنسبة 100% يعني دائما بيروحوا على المدرسة مشي. طيب طلع عندك يا مس على الإجابة، عندك على الإجابة هاي جوابها يا مس، هاي في عنا do، هاي عنا كلمة do. مش حكينا do والdoes لما يكون عنا الفاعل مفرد بنحط مع الفعل أس الجمع أس المفرد، وإذا كان الفاعل جمع ما بنحط مع الفعل إشي. طيب إحنا عنا الفاعل اللي موجود هون السبجكت كان singular ولا plural، مفرد ولا جمع يا تالت؟ كان عبارة عن plural جمع، صح؟ هيو they، بنقول they always walk. walk حطينا معها أس المفرد، ما حطينا معها إشي، ضل الفعل عنا زي ما هو. ليش ضل الفعل عنا زي ما هو يا تالت؟ لأنه الفاعل اللي هو subject they بمعنى هم، يعني جمع. طيب second example عنا how often does he ride a bike to school. طيب بنقول he usually rides a bike to work or to school whatever. أنا مخربطة بين school وال work هون، مش مشكلة، سواء كانت work بمعنى العمل أو school بمعنى المدرسة. ب
احكي لنا how often does he ride a bike، إنه كم عدد المرات اللي بيركب فيها دراجة لما يروح على المدرسة أو على العمل. بنقول he usually rides a bike to work، إنه هو بنسبة 85% بيركب على دراجته وبيروح على العمل. يا تالت طلع عندي كان الفاعل هون السبجكت، السبجكت اللي هو الفاعل كان عبارة عنا على he، هي سينجولار ولا بلورال؟ اللي هي سينجولار اللي هو مفرد، عشان انه مفرد حطينا مع الفعل اللي هو اس المفرد، صارت عندنا رايدز. رايدز هي احنا سالنا في رايد، لكن ليش احنا حطينا له اس المفرد؟ لانه عندنا الفاعل كان عباره عن مفرد اللي هو هي. طيب خلينا نروح نطلع عندك على الكتاب يا ثالث اللي هي بصفحة 13. هاي في عندك حكينا الهاو أوفن، في عنا الدو أو الدز، هاي الدو أو الدز. الدو حكينا بتاخد اللي هي الشغلات البلورال اليو والذي والوي، والدز بتاخد الشغلات السينجولار اللي هي الشي والهي. حكينا يا إما بنحط ووك أو ووكس، طبعا عنا كلمة هذا السؤال طبعا بضل الفعل زي ما هو، لكن بالإجابة عليه، هاي بالإجابة عليه عند الآي والذي والوي بضل الفعل زي ما هو، عند الهي والشي بنحط مع أس، صارت عنا هون كلمة رايدز. رايدز حطينا عنا أس المفرد. وفي النسب هاي اللي إحنا يعني إحنا بنعملها زي ما بدنا. طلع عندك على النسب موجودة عندك في آخر الكتاب، وأنا عندي موجودين هون عندك always بنسبة 100%، usually بنسبة 85%. طلع هاي قديش مظلل وقديش مو مظلل. في عندك never بنسبة 0% ولا إشي مظلل، هيو rarely بنسبة 15%، ممكن 15 هيهم اللي مظللين، وعندنا sometimes اللي هي 45%، أقل من النص بخمس شحطات. طيب نيجي على أول example، بقولنا how often do they walk to school؟ They always walk to school. They never ride their bikes to school. هم بيمشوا دائما إلى المدرسة وما بيستخدموا دراجاتهم. يا تالت second one بيقولنا how often does he rides motorcycle to work، إنه هو متى بركب المايتروسيكل اللي هو مس بمعنى الدراجة الهوائية. تمام he usually rides a motorcycle to work. He sometimes take a taxi. هو usually غالبا بركب دراجته الهوائية، sometimes في بعض من الأحيان إنه بركب في التاكسي أو باخد التاكسي. عندنا the last one how often do they take the subway to work. subway اللي هي بمعنى القطارات يا ميس، بنقول they always take the subway to work. هم دائما باخدوا القطار أو القطارات لما يروحوا على عملهم. they never take a bus. هم بالمرة ما بياخدوا اللي هي الباص اللي هي الباصات. بتمنى انك تكون استمتعت يا مس بالدرس، درسنا كتير حلو، بس عليك انك تعرف تميز بين الكلمات وتحفظ نسبهم المئوية مشان تعرف يا تالت تحل بالامتحان. Have a nice day and see you tomorrow ان شاء الله.